دلوقتي مع التجربة التانية وهي ستيفن بولتزمان لو اوف راديشن، وهنبتدي نشوف هدفنا من التجربة هو ايه. الهدف من التجربة هو تعيين ثابت ستيفن. ثابت ستيفن، ستيفن بولتزمان طبعا هما اتنين علماء. الاتنين العلماء دول استنتجوا الثابت ده اللي بيعبر لي على كمية الراديشن الموجودة في الجسم. يبقى الهدف من التجربة هو determination of ستيفن بولتزمان constant، وده رمزه سيجما. وهنعرف من خلال القانون ان اليونت بتاعته هي عبارة عن وات بير متر سكوير في كلفن الأرض. طيب نظرية التجربة هتعتمد على ايه؟ هتعتمد اول حاجة على الثيرمال راديشن. انا بيكون عندي الجسم ده في حالة راديشن مستمر مع اختلاف درجات الحرارة. وهنتكلم بالتحديد على البلاك بودي. ما هو البلاك بودي؟ البلاك بودي هو لما جسم بيسقط عليه ضوء بيبتدي يحصل لي احتمالين، يا اما ان هو يكون بيرفكت ابسوربر، يعني جود ابسوربر او ممتص جيد للضوء، وبالتالي مش هيطلع لي اي راديشن بره خالص، وهتكون قيمه الاي في الحاله دي بتساوي صفر، او ان هو الجسم اللي موجود عندي يكون بيرفكت اميتر، ويبقى كل الضوء اللي سقط عليه يبتدي يخرجه لي بس باطوال موجيه مختلفه، وفي الحاله دي بتكون قيمه الاي بتساوي واحد. طب مين هي الاي؟ الاي هو الكونستانت اللي بيعبر عن كميه الاشعاعيه او كميه الراديشن اللي خارجه من الجسم، وهي رمزها اي واسمها ايميسيفيتي او كميه الراديشن زي ما احنا اتفقنا، والفاليو بتاعتها بتكون منحصره ما بين قيمتين، يا اما من الزيرو للواحد. طب في حاله التجربه بتاعتنا احنا هنعتمد ان اللمبه اللي عندنا او الجسم اللي عندي هو بيرفكت اميتر، او ان الاي بتاعته تكون بتساوي كام؟ بتساوي واحد. طيب هبتدي اشوف الباور اوف راديشن. الباور اوف راديشن دي هتعتمد على كذا بارامتر. كميه الراديشن اللي خارجه من الجسم دي هتعتمد على ايه؟ هتعتمد اول حاجه على الاريا. الاريا ايه هي الايه؟ هي الاريا اوف سنسور. طب انهي سنسور؟ اللي هو اللي موجود قصاد الجسم اللي بيسقط عليه الراديشن دي. طيب تاني بارامتر هو ايه؟ هو التي اس 4 او درجة الحرارة بس باور 4، اللي هي درجة حرارة الفيلمنت اللي موجود داخل الجسم نفسه باور 4. وهيعتمد كمان على الاي او كمية الراديشن اللي خارجة من الجسم، اللي احنا زي ما احنا اتفقنا الايميسيفيتي. وفي حالة التجربة بتاعتنا احنا هنعتبر ان الاي دي بتساوي واحد. طيب وبالتالي هتبقى الباور بتتناسب دايركتلي بروبوشنال مع الاي في الاي في التي اس 4. طب تعالوا نشيل التناسب ده. عشان اشيل التناسب ده انا لازم احط ثابت. الثابت بتاعي هو ايه؟ هو السيجما. وزي ما احنا قلنا ان السيجما دي هي اسمها ستيفن بولتزمان كونستانت، واحنا قلنا ان الاي هتساوي واحد، وبالتالي القانون بتاعي هيعتمد على ايه؟ على الباور والاريا والتي اس 4، وانا محتاجه ان انا اعين السيجما. طب هل انا السنسور اللي قصادي ده هل كل شويه هغير الاريا بتاعته؟ لا، انا مش هغير الاريا بتاعته. يبقى الاريا بتاعت السنسور هي كونستانت، وبالتالي الاي بتساوي باي ار سكوير، لان هو على شكل سيركل، والاريا بتاعت السيركل هي باي ار سكوير، وبتكون بالنسبه لي جيفن باي في الار، والار دي حولتها من الملي للمتر فضربت في 10 اس سالب 3 سكوير، يبقى انا كده جبت قيمه الاريا بالمتر سكوير. والار نوت هي الريزيستنس اوف فيلمنت، المقاومه بتاعه الفيلمنت او الفتيل اللي موجود جوه اللمبه ات روم تمبريتشر، ودي قيمه كونستانت، هي وقت التصنيع اللمبه دي بيدونا قيمه الار نوت بتاعتها، وبتساوي 3.5 اوم. طيب ازاي بقى انا اجيب السيجما او الثابت بتاعي من خلال العمل؟ ببتدي انتقل بقى للتيبل بتاعي اللي انا هسجل فيه الداتا. التيبل اللي انا هسجل فيه الارقام بتاعتي او الداتا هلاقي ان هو منقسم لجزئين زي ما احنا شايفين. الجزء الاولاني مكتوب عليه داتا، اللي هي الارقام اللي انا هاخدها من الاجهزه، والجزء الثاني اسمه كالكوليشنز او حسابات اللي انتوا هتقعدوا تحسبوها. طب ازاي الكلام ده؟ انا بيكون عندي في واي، باور سبلاي بيتحكم لي بالفيلمنت دي، بيكون ليه فرق جهد معين، ببتدي اسجل القيم بتاعته. كل واحد فولت، يعني انا مثلا بسجل القيمه عند 1 فولت 2 فولت 3 فولت 4 فولت وهكذا، وبشوف قيمه التيار المقابله ليها،
وكمية الراديشن اللي خرجت من اللمبة في الوقت ده هتكون بكام. انا كده خلاص خلصت كل الداتا اللي انا هاخدها من على الاجهزة. طب وبعدين هبتدي الجزئية التانية وهي الكالكوليشن. ايه هي الكالكوليشنز؟ زي ما احنا اتفقنا هي الحسابات. طيب انا هستفاد بايه بالريزيستنس دي؟ احنا قلنا ان اللمبة بتاعتي بيكون داخل لها فرق جهد وتيار، وبالتالي هي ليها مقاومة. واحنا لسه قايلين من شوية ان الار نود او بنسميها ساعات الار ريفرنس هي الريفرنس ريزيستنس ات روم تمبريتشر. طيب وانا عمالة ازود فرق الجهد، فكل ما بزود فرق الجهد كل ما قيمة التمبريتشر بتاعت الفيلمنت دي بتزيد، وبالتالي الار بتاعتها بتزيد. فببتدي اجيب البارامتر الجديد ده اللي هو الار بتساوي في على اي. من خلال الفي والاي دول بجيب قيمة الار الجديدة. واجي في الخانة اللي بعديها بجيب الريشيو بقى ار على ار نود، ار على ار ريفرنس، اشوف الريشيو دي بكام. طب هل الريشيو دي هتفيدني؟ اه هتفيدني. انما اللمبة نفسها وقت التصنيع هما ادونا جدول كده، المصنع ادانا جدول وقال لنا ان انت هتقدر تحصل على التمبريتشر عند اي ريزيستنس، بس جيب لي الريشيو دي. يبقى انا هجيب الريشيو دي هنا اهو، وهجيب من خلال الجدول وهوريكم واحنا بنشرح العملي ازاي انا اجيب القيمه بتاعه التمبريتشر لما بحصل على الريشيو دي. خلاص انا كده دلوقتي سجلت قيم التمبريتشر بالكلفن، ببتدي اخليها باور 4 او بخليها اس 4 بحسبها يعني، وبالكلفن اس 4 واسجل القيم. انتهيت من كل الحسابات دي كلها، هبتدي انتقل للرسم البياني. طب الرسم البياني مين البرامتر اللي انا اتحكمت فيه؟ البرامتر اللي انا اتحكمت فيه هو التمبريتشر، صح؟ فهحط على الاكس اكسس التمبريتشر باور 4 ويكون قصادي اليونت هي كلفن باور 4، وهنا على الواي اكسس هو الباور اوف راديشن بالملي وات. بتطلع لي ستريت لاين بيمر من الاورجن، بحسب السلوب. من خلال السلوب بختار اي نقطتين، يعني زي مثلا انا اخترت النقطه دي والنقطه دي، ببتدي ارسم ما بينهم تريانجل كده او مثلث، احسب منه السلوب. يبقى السلوب هو عباره عن ايه؟ عباره عن البي على التي باور 4، او الفرق اللي موجود على محور الواي اكسس على الفرق اللي موجود على الاكس اكسس. اشوف قيمه السلوب بكام. طيب من خلال القانون بتاع السيجما، احنا قلنا ان السيجما البي بتساوي سيجما في ايه في اي تي اس 4، وانا خلاص جبت السلوب اللي هو بي على تي اس 4. يبقى بالنسبه لي بقى سهل جدا ان انا اجيب السيجما وهي عباره عن السلوب على ايه، وهشوف قيمتها بكام، واليونت اللي هتبقى موجوده بالنسبه لي بما ان الجهاز كان بيقيس لي بالملي وات، يبقى اليونت هي ملي وات على متر سكوير في كلفن اس 4. او ممكن لو انا مش عايزه الملي دي هضرب في 10 اس سالب 3 واحولها للوات بر متر سكوير في كلفن اس 4. تمام، وكده يبقى احنا انتهينا من الجزء النظري وهننتقل للجزء العملي. هننتقل للجزء العملي الخاص بتجربة ستيفن بولتزمان لو اوف راديشن. ابتدي اشوف المكونات او الكومبوننت اللي موجودة عندي في السيركت. ببتدي باول حاجة بالفيلمنت. الفيلمنت دي هي اللي انا بعتبرها مصدر البلاك بودي، ومتوصلة عندي باور سبلاي. الباور سبلاي زي ما احنا شايفين قدامنا ان انا بتكون القراءة الاولانية هي قراءة الفرق الجهد الفولتج، والقراءة التانية هي قراءة التيار الكرنت، وده الزرار اللي انا بزود منه قيمة فرق الجهد. تمام، طيب ايه الراديشن اللي هتخرج من الفيلمنت دي؟ هتسقط على سنسور. طب ايه هو شكل السنسور؟ السنسور زي ما احنا شايفين انا حاطاه قصاد اللمبه اهو بالظبط، بس انا هوريه لكم. هو عباره عن السيركل الحمراء اللي احنا قلنا ان الاريا بتساوي باي ار سكوير. متوصله معايا بايه؟ متوصله معايا بالافوميتر ده، وده بيقيس لي كميه الراديشن زي ما احنا اتفقنا، وبتكون بالملي وات او بالملي فولت. تمام، طيب انا هبتدي دلوقتي هسجل كل القراءات اللي خاصه بالخانه بتاعه الداتا اللي هي الفي والاي والراديشن. تاني الفي والاي والراديشن.
الفي والاي هما الانبوت بتاع الفيلمنت او بتاع الجسم. هزودهم منين؟ هاجي من خلال الزرار ده ازود بالتدريج لغايه لما مثلا القراءه بتاعتي، شايفين فرق الجهد اهو بيزيد وقصاده التيار، وكمان الراديشن خارجه من اللمبه بس انا ما زالت هي فرنج الاي ار فانا مش شايفاها بعيني. هزود لغايه مثلا ما اخد قراءه، شايفين هي دلوقتي كده 2 فولت والقراءه بتاعت التيار هي 21 من 100، والفيلمنت يعني يا دوبك ابتدت اللون اللي هو بتزيد في الراديشن بتاعتها، السنسور ابتدى يحس بيها خلاص، وبالتالي القراءه بتاعتها سجلها لي هنا على الافو اللي هي قراءه الراديشن. هبتدي اخد بقى القيمه دي اللي هي البي 1.6، وابتدي ازود كمان مره الفي كل 1 2 3 وهكذا زي ما احنا اتفقنا، والاي المقابله والراديشن اللي هتكون مقابله ليها. يبقى بعد ما خلصت الخانه كلها بتاعت الفي والاي والراديشن، يبقى انا كده خلصت الخانه بتاعت الداتا. ببتدي بقفل الجهاز بتاعي وهوريكم ازاي الكالكوليشن احسبها من خلال الجدول. تمام، انا كده قفلت الجهاز بتاعي خالص اهو، كل حاجه طفيتها. ابتدي بقى الجدول ده اهو احسب من خلاله ازاي. انا قلت ان انا هجيب ار على ار ريفرنس واجيب التمبريتشر اوف فيلمنت. تمام، احنا قلنا ان الار ريفرنس هي عباره عن ايه، 3.5 اوم. طب الار الجديده انا لما زودت فرق الجهد زاد التيار، وبالتالي قيمه الريزيستنس اختلفت، فبجيب ار الجديده. ار الجديده بجيبها وبعد كده بقول ار على ار ريفرنس وليكن مثلا 5 اوم، 5 على 3.5 هتدينا 1.5. اجي ابص على الجدول بتاعي انهي اقرب قيمه لل 1.5، هلاقي فيه 1 وهلاقي فيه 1.43 وهلاقي فيه 1.87. انهي اقرب واحده لل 1.5؟ هي الرقم الثاني اللي هو 1.43، وهشوف قيمه التمبريتشر المقابله ليه، هو مسجلها لي اهي 400 كلفن، ويبقى دي قيمه التمبريتشر اللي احنا هنسجلها. وابتدي بعد كده حساباتي ان انا هقول تي باور 4 او 400 دي اس 4 واسجلها، وهكذا مع بقيه القراءات. وابتدي ارسم الرسم البياني واعمل الخط المستقيم، ومن الخط المستقيم بجيب السلوب، ومن السلوب احسب منه ستيفن بولتزمان كونستانت، وهتبقى القيمه ديت اليونت ليها ملي وات بير متر سكوير على كلفن اس 4. وكده يبقى احنا انتهينا من شرح التجربه ستيفن بولتزمان لو اوف راديشن.